السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، يلقيه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله، والبيان بعنوان: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. كتب الإمام البيان بتاريخ 13 من شهر الرابع 1435 هجرية الموافق 13 من الشهر الثاني 2014 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله الأبرار وآلهم الأطهار وجميع الأنصار لدعوتهم الحق في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العظيم. والسؤال يتعلق بالبيان الحق لقول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله العظيم. وإنما الشفاعة الحسنة هي السعي لتحقيق الإصلاح بين الناس وحقن دمائهم، فله أجره وأجر من اتبعه في دعوة الإصلاح بين الناس إلى يوم الدين. وأما الشفاعة السيئة فهو الذي يسعى لزرع الفتنة بين الناس، فعليه وزرها ووزر من اتبعه، فله كفلان من السوء، فأما أحدهما فهو عمله السيء، وأما الكفل الآخر فهو من اقتدى بفعله لزرع الفتنة بين الناس. وإنما يقصد بالكفل أي وزره، ووزر من اتبعه كونه يقصد بالكفل أي ضعف الشيء. وعلى سبيل المثال قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ويقصد بقوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته أي ثوابا في الدنيا وحسن ثواب الآخرة، أي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من اقتدى بفعله إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اقتدى بفعله إلى يوم القيامة. وذلك تصديقا للحديث الحق عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، صدق عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، صدق عليه الصلاة والسلام. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.